نطلع بس مباشر ونشاركوا معانا في الجمهور، تعرفوا ان احنا مجتهدين في المحاضره اهو حاضرين. الدنيا بقى انا مش عارفه ايه اللي بيحصل. لو الصحيفة مهتمة بموضوع معين هتنشره في مواقع رئيسية، هتعطيه عناوين مثلا كبيرة، هتكسر من المصادر الموثوق منها. يبقى عملية يا جماعة فين الفطار؟ جعانة البنت عايزة فطار. العرسان محمد ومؤمن البنوت عايزة فطار. انت عايزين تتجوزوا ببلاش؟ نقول مبروك يا نور؟ لا اكتر الاول مو مشكله، بس يا بخت اللي مرتبطه بيه. يلا كفايه عليه كده. لا انتوا كنتوا بتهزروا بجد، وكمان بقيت زمايلكم اللي جنبكم بيهزروا.